عندي نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، كوباية وربع من الحليب الدافي، ممكن يزيد أو يقل على حسب. ممكن أعمل معلش حاجة كده، إن أنا عشان بس نستغل الوقت بتاعنا، إن أنا هاخد العجينة دي هحط الدقيق والسكر والخميرة وشوية ملح، تمام، وهقلب كده المكونات الجافة. المفروض وانا مش هعمل الحركة دي غير لما ترجعولي من الفصل، ان انا هنزل بلبن علشان اعجن العجينة. ممكن بس قبل ما نروح لفاصل انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا دلوقتي خلاص عجنت العجينة، احنا عملنا معلش مع بعض عيش كتير قبل كده. طيب احنا عايزين دقيق زيادة يا جماعة، المفروض ان انا اعجن العجينه بلبن. بعد ما تعجني العجينه كويس قوي قوي، هتسيب العجينه تخمر لمده نص ساعه او لغايه 45 دقيقه حسب ما حجمها يتضاعف معاكي. بعد ما العجينه تخمر معاكي هتروحي عامله لها ايه؟ بصوا مقسمها كرات بالشكل ده اهي، مقسمه العجينه بتاعتك كرات. لو ينفع يا جماعه نجيب دقيق عشان كنا عايزين نفرد. طيب قسمنا العجينه اهي لكرات اهو، خلاص. بعد ما قسمت العجينه كرات هتسيبي الكرات دي ترتاح مره، هسبق بخطوه. بصوا انا هفرد لكم دلوقتي الكرات، بعد ما هفرد الكرات معلش ايه، انا عايزاكم تشوفوا الحته دي، بعد ما الكرات تتفرد معايا هتبقى بالشكل ده، خلاص. هفردها وهسيبها تخمر مرة تاني، هسيبها تخمر مرة تاني مدة تلت ساعة كده لغاية ما الاقيها كده ايه حجمها اتضاعف شوية هاخدها، تمام. تعالوا بس الاول طريقة السوى مهمة جدا، اهم من كل اللي انا هقوله ده. انا حطيت على قاعدة الفرن صاج مقلوب، تمام. بصوا صاج مقلوب، همسك كده شوية دقيق وبسم الله هرش كده رشة من الدقيق اهو، تمام. هعمل ايه بقى؟ هاخد العيش اللي هو الكرات بعد ما فردتها وسبتها تخمر، بسم الله هروح رميها كده جوه على الصاج. تخافيش، ناخد التاني. نعم مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة اهو، يلا بسم الله. في واحد كده ايه هناك برضو اهو، نجيب ده نحط التاني. لا نخلينا ده احسن، يلا بس كفايه. هقفل الفرن، بصوا تعالوا كده نبص على العيش اللي تحت. اوه ما شاء الله، بس شايفين ده؟ شايفين؟ والله يلا نقفل بقى عليه. اهم حاجه طريق، بصوا يا جماعه احنا هنعمل عيش كتير، بس انا اهم حاجه عندي السوى. انت ممكن تبقي عامله كل حاجه بس السوى اللي هيبوظ معاكي كل حاجه. الفرن سخن مولع، انا عايزه الفرن سخن، شغال السخان اللي فوق والسخان اللي تحت. مش عندك السخان اللي فوق بيشتغل يبقى تشغليه السخان اللي تحت مع المروحه. هتعملي زي ما انا عامله صاج مقلوب عليه رشه دقيق ملامس لقاعده الفرن، او تحطيه على اقرب شبكه للفرن وتعملي زي ما انا ما عملت كده. طيب بصوا بقى بسرعة بسرعة، بعد ما خلطت الدقيق مع الخميرة والسكر والملح، بس أنا مش عايزة حاجة تاني في عجينة العيش الشامي، هاخد لبن بسم الله وهنزل كده بيه. أهم حاجة في العيش إنه لازم يتعجن كويس جدا مدة ما تقلش عن ربع ساعة. العيش يعني عجن لازم يتعجن كويس، معلش أنا بكررها لكم كده أهو علشان دي أهم حاجة في العيش، العجن وطريقة التسوية. خلاص أنا محتاجة كده أن العجينة تلين معايا أكتر أهو أهو، مش حابة أن أنا أستخدم عجان علشان مش كلنا عندنا عجان بالشكل ده اهو. العجينه كده اتلمت معايا، محتاجه ان هي تلين اكتر
يعني سنة، هضيف كده معلقة مية وبس، أنا مش عايزة منها حاجة تاني أهو. بصوا شايفين كده زي الفل. بعد ما تخلطيها هتعجنيها، واحنا عملنا يعني ايه، عجننا كتير قبل كده، بس انا برضو حابه ان انا اوريكم كل الخطوات. يعني العيش على فكره مش في مقاديره، العيش في الخطوات بتاعت عمايله، مش قصه. دقيق وخميره وسكر وملح وشكرا، تعجني بلبن او بميه. بعد ما خلطت العجينه دي اهو، هتروحي عامله ايه بسرعه قوي، رش الدقيق او تعفير الدقيق. حاضر. بصوا ونعجن بقى في العجينه بقى بقى ايه بقى، يعني لغايه ما تزهقي، لغايه ما تلاقي ان العجينه بقى لونها فاتح. هتعرفي ازاي ان العجينه اتعجنت؟ لونها فاتح، ما فيهاش الشروخ والخطوط دي، وانت بتعجنيها كده مش بتلاقي التقطعه دي. خلاص اهو، تيجوا كده نبص بص على العيش. يلا هنا ايه، بصوا ما شاء الله، واو، ده اللي انا دخلته معاكم، مفيش ما بيكملش اهو. بصوا شايفين، خطير ما شاء الله. يلا نقفل عليه علشان عايز ياخد لون شويه كده. تعالوا كده نشوف اللي تحت، ايه رايكم بقى نطلعه اهو. بصوا عشان هو سخن اهو، بصوا اهو تحفه. يلا نطلعه بقى، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نحطه هنا كده، طيب ممكن بقى. لا يعني ايه، انا بس عايزه الخطوات، نخلينا كده العجينة اهي اتعجنت، نعتبر ان هي اتعجنت كويس. خلاص هتروحي، حاضر هتروحي عاملة ايه، جايبة بولة ومغطياها وسايباها تخمر لمدة 45 دقيقة. بعد ما تخمر هتقسمي العجينة دي لكرات بالشكل ده. طيب عايزة اقولكم على حاجة مهم قوي، دايما اقول لكم ان العجينه تتغطى ليه، علشان ما تكونش قشره. شايفين علشان هي مش متغطيه، بصوا شايفين القشره، احنا بنقول عليها ايه، ان العجينه قشفت شويه، حصل فيها اهي. بصوا شايفين، شايفين دي، ده مش صح ابدا، بس علشان هي ما كانتش متغطيه. انا بقى بعد ما قسمت العجينه لكرات، طب ما تيجوا نحط الاثنين دول، ايه رايكم؟ تمام يلا. بصوا ايه ده، ده اللي فوق خلاص خلص اهو، تيجوا نبص على اللي فوق اهو. واو، احنا نشيله بقى كده على طول، تحفه تحفه، ما كملش معانا اهو. انا بصوا انا قلبت لكم واحد هناك عشان تشوفوا من تحت عامل ازاي اهو. اوبا، رش الدقيق اهو ونقفل. يلا طيب، قسمت العجينه لكرات، هتروحي بقى عامله ايه، فرداها، ما نبالغش قوي في الفرد اهو، وما نبالغش برضو في الدقيق. عايزه بس اوريكم السمك اهو، بس نحط في بالنا هي العيش هيخمر تاني يا جماعه اهو، مش عايزه السمك يكون ارفع من كده. خلاص بعد ما تفردي الكرات بالشكل ده، هتجيبي ايه بقى، هتجيبي فوطه او قماشه وتسيبي العجينه دي كده تخمر مره تانيه لغايه ما يتضاعف حجمها. نقطه مهمه قوي، ليه نسيب
العجينه تخمر على قماشه، وبلاش ان هي تخمر اللي هي في المرحله دي، تخمر على رخام المطبخ، لان الرخام بطبعه سائع بيبرد، فمش هيخلي العجين بتاعك يخمر. فالحل ايه؟ ان انت حضرتك تجيبي فوطه، فوطه كده، اي فوطه عندك اهو، بصي تحطي فوطه كده وتروحي حاطه العجين اللي هيختمر على الفوطه، تمام، علشان الرخام سائع، وهكذا هيطلع معاكي بالشكل ده، ما فيهوش اي حاجه. حاضر. وزي ما قلت لكم العيش ما فيهوش مكونات، دقيق وخميره وسكر وملح، مش حوار خالص، بس اهم حاجه طريقه العجن، وكمان ايه؟ طريقه التسويه. حلو قوي، ماشي. هنا ممكن نحط دي كده هناك. بصوا شايفين اهو، خطير يا جماعه، اهو استوى معانا اهو في الحلقه، اتنفخ معانا ولسه كمان. وفي حاجه تاني؟ اه، ده احنا حطينا كمان. طب ما كفايه بقى، ونجيب حاجه تاني كده عشان تبقى باينه. طيب حاضر. هنا ايه؟ بصوا من تحت، بصوا اهو، ده عيش الطعميه، احلى ساندوتش طعميه اهو، باين. ماشي. العيش الشامي في الفرن ممكن ان انت تسويه على الطاسه، ممكن جدا. مقاديره ايه؟ هتستغربوا، ما فيهاش زيت ولا دهون، لا مش هنحط فيه اي حاجه، هو خميره وشويه دقيق وسكر وملح، وشكرا على كده. عجننا العجينه كويس قوي، بعد كده سيبناها تخمر، قطعناها قطع وسيبنا القطع دي ترتاح شويه 5 دقائق، فردناها بالشكل ده. نعم حاضر حاضر. بعد ما نقطعها قطع، هقولها لكم تاني، بعد ما نقطعها قطع نسيبها ترتاح 5 دقائق، ونفردها بالشكل ده اهو، ونسيبها تخمر مره تاني، وطريقه السوى زي ما احنا شفناها.